السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقة اللي في الحقيقة منفردة، حتى واحد ما فكر فيها. هذه الحلقة خاصة بفائدة تربية الأنب على الأشخاص المصابين بحالات نفسية. يعني كيبان لكم هذا يعني عنوان غريب شيئا ما، ولكن انا قلت انني غادي نطرق له. علاش؟ لان حتى واحد ما فكر في هاد الفكره هذه، وهي راه مطروحه عند يعني خبراء ونفسيين. مهم نبداو الحلقه ديالنا. الحلقه ديالنا وهي ان بلا شك ان تربيه الانانيب هي في المرتبه الاولى. يعني علاش المربي كيكون باغي يربي الانانيب؟ وهي في المرتبه الاولى بغرض الربح، يعني اما الربح، او يمكن ان هذا المربي انه يحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، يعني ما يبقاش يشري اللحم لان نظرا للغلاء اللحوم. ولحم الارانب كيتعتبر في الحقيقه هو فيه واحد الفائده مهمه بزاف لجسم الانسان، لانه غني بالاوميغا 3. اوميغا 3 هي واحد العنصر يعني مهم بزاف. ما كايناش، ما كتواجدش في لحوم اخرى، لا الدواجن لا في المواشي. لكن تربيه الانانب عندها واحد الفائده اخرى على الانسان من غير اللحم، لان ليس فقط الفقراء اللي ممكن انهم يربيو الارانب، راه ممكن حتى الاغنياء. احنا غادي نشرحوا علاش، شحال من واحد غادي يطرح سؤال واش واحد ميسر عليه الله علاش غادي يمشي يربي الارانب على اسمه هو هذا الغرض. واخا غادي احنا نفسروها بواحد الطريقه. الاغنياء يعني الناس اللي ميسر عليهم الحال، علاش غادي يربيو الارانب؟ هذا سؤال. كاينه واحد الدراسه كتقول ان الارانب تجعل صاحبها يعني المربي الشخصيه ديالو كتجعلو انه كيولي كيتمتع بواحد الفكر سليم، يعني كيولي مركز مزيان. اول حاجه كيولي كي هادئ بزاف، كيتعزز له الهدوء ديالو، كيولي مهدن بزاف، كيتخلص من القلق، يعني ما كيبقاش مقلق، كتحيد منه الوحده. انا هادشي كاع اللي كنقولو اي مربي غادي يقول لي عندك الصح، لان هاد الاشياء هادي في الحقيقه راها كاينه، يعني الا جينا نفكروا فيها راها كاينه. كل واحد كيربي الانانيب غادي يحس بهاد الاعراض عنده، يعني النشاط البدني كيولي ينوض في الصباح يتحرك، يعطي الارانب ديالو يحضيهم، ما كيشعرش براسو حتى كيلقى راسو كيتحرك. كاين الانشغال عن بعض الامراض والاضطرابات النفسيه، لان كاين الدنيا عامره بالمشاكل كيتلها فهذوك التربيه ديال الانانيب كيتلها فيهم، كيولي ما مضطربش نفسيا، كيولي مهدن. ممكن شي واحد يقول لي ان كاينه، ما كاينش غير تربيه الارانب هي اللي كتخلي الانسان يكون مهدن ويكون. ممكن انه يربي الكلاب او القطط او الطيور. واخا كاين هذا الشيء كله نقدر نهضروا عليه بواحد التفسير اخر. لا الكلاب لا القطط لا القطط لا الطيور عندها مثل يعني الحب اللي العلاقه الوجدانيه اللي كتكون ما بين المربي وهذاك النوع ديال الحيوان. ممكن ان الطيور تربيهم مزيان تاهما، ولكن بغرض يعني من بكري ديما اقرب حيوان اليف مقرب للانسان ماشي هو الطير، ماشي هو الكلاب، ماشي هو الاغنام، ماشي لا، كيكون الارانب. حنا ديما كنقولوا من الصغر ديالنا كنقولوا الارانب تحبوا الجزر، الا بغيتوا شي
شي صوره زوينه كديروا الصوره ديال الارنب، يعني ارنب كي 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 كيرمز يعني الفرحه وكيرمز بزاف ديال الاشياء. اذا كتبقى التربيه ديال الارانب هي في المرتبه الاولى في 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 جميع لا 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 يعني كل التربيه ديال ديال ديال, ديال شي شي حيوان اخر. اذا الموضوع ديالنا وهي ان كاينه واحد الدراسه تبتس يعني نتيجه يعني هي نتيجه من الدراسات تبتس ان الحالات النفسيه ممكن للاطباء النفسيين انهم ينصحوا بعض الاشخاص ماشي كلش، ولكن كاين واحد الحالات ممكن ان الاطباء النفسيين ينصحوا بهم هذوك الاشخاص، هما في الحقيقه هذوك الاشخاص راها مرضى يعني مريض، ما نقول واحد ماشي يعني احنا نقولوا نعموها، لا كاينين واحد الدراسات اللي بعض الاطباء اختاروا تربيه الارانب وصفوها الناس مرضى انهم يمشيوا ويربيوا الارانب ماشي قصد اللحوم ولا قصد الربح ديالها، لا ان الا مشى تربي اربع الارانب كيخرجوا من واحد العزله وواحد الحالات نفسيه معقده، ممكن انه بتربيه الارانب يخرج من هذيك يعني العزله وديك الوحده اللي فيها اللي فيه وديك. المهم حنايا ماشي متخصصين اللي غادي يعني نديروا بحال لوردونونس يعني واحد الورقه ونعطيوها للناس، ولكن الاطباء النفسيين لقاو ان تربيه الارانب فيها واحد يعني كتخرج الانسان واحد المريض، حنا نقولوا مريض، كتخرجوا من هذاك المرض ديالو وكتخليه يكون يعني سوي وسليم في الجسد ديالو في العقل ديالو في الناس اللي كيكونوا يعني ديك الستريس اللي كيكون في الحياه كله. فاش كتربي الانانيب كتحس براسك وليتي يعني واحد الانسان سوي، سبحان الله، يعني هذا الكائن الصغير عطاه الناس يدير ربي بزاف، عنده بزاف ديال المنافع. يعني انايا على طول المهنه ديالي في هذا الميدان يعني كنبغي الارانب من الصغر ديالي، ولكن منين كبرت يعني عرفت القيمه ديال هذه الارانب، يعني سبحان الله حاجه يعني زوينه وزوينه بزاف. كنصح يعني اللي باغي يدير شي مشروع ممكن انه يدير مشروع راه كيدخل، كاين مداخل. انا ديما كنصح الناس باش يديروا هذا المشروع هذا، كاينين فيديوهات كاين تحصينات كاين مجموعه من المسائل كيديروها، وان شاء الله كل شيء الله كيجيب تيسير. يعني تربيه الارانب للفقير ولا الغني ممكن ان شحال من واحد يقول لي هذوك المزارع الكبرى راه هما اللي كيكون عندهم مثل هاد الحوايج هادو، يعني ممكن انهم يديروا اقفاص بهذه الكميه ولا هذه، لا ما كاينش شي حاجه صعيبه عند الله، كل شيء سهل. هاد الاقفاص هادو راه اذا دخلتوا الفيديوهات ديال القناه راه غادي تلقوني انا راني خادمهم بيدي. كاين الطريقه باش كتصنعوا الاقفاص، كاين الطريقه باش تداوي، وكاين طرق يعني بسيطه، كاين الطريقه التقليديه اللي تحافظ على الارانب ديالك باش يكتسبوا مناعه. المهم دخلوا القناه ديالي، دخلوا القنوات اخرين، يعني كونوا اذكياء في التربيه، وان شاء الله راها كتعود على الانسان بالنفع، لا من ناحيه يعني الارباح، لا من ناحيه الهدوء النفسي، وهو هذا هو الموضوع ديالنا هذا النهار، وهو ان تربيه الارانب كتعود على الشخص اللي كيربي الارانب بواحد الهدوء النفسي، وكيولي يعني متزن لا بدنيا لا ذهنيا. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، يعني كنظن انها يعني هذه الحلقه منفرده وفريده من نوعها، ما يمكنش يكون شي واحد يعني من الاصدقاء ديالنا حاطها في شي فيديو. حلقه مهمه، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم، ما تنساوناش بجير جيم باش تساندونا ونزيدوا القدام، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.